كابتن شريف، تعادل سلبي سيطر طبعا الشوط الثاني النادي الاهلي، يعني جات له فرص واضاع بعض الفرص الكثير من الاهداف. يعني انا من وجهة نظري ان تقريبا فيوتشر كان بيلعب في نص ملعبه الشوط الثاني بس جات له فرص ولم تستغل. يوجد اللاعب الذي يستغل الفرص. مش معقول هتبقى انت بتلعب بسترايكر على طول بيلعب بره الصندوق، يعني على طول بيلعب بره ال 18، ولما خرج الاسترايكر بتاعك ما نزلش الاسترايكر اللي هو الاساسي بتاعك محمد شريف، ولما ما غيرتش محمد شريف بقى الاسترايكر بتاعك بيرسي تاو. في حاله وجود كرات عرضيه كلها عاليه اعتقد ان بيرسي تاو هيكون حظوظه مع الكور دي هتبقى لازم يبقى الكره جايه له، مفيش اي اشتراكات مفيش اي حاجه، غير ان بعض التغييرات دخلت في اوقات انا او يعني دخول طاهر وكريستو وقفشه ماشي، كان لازم يحصل تغيير في الاسماء اللي داخله في الاوقات كمان، يعني كان لازم يبقى قفشه ومحمد شريف مثلا، واحنا قلنا في الهاف تايم لو هتدخل محمد شريف لازم تستغنى عن حد من الاطراف، واحد من الاطراف ويخش محمد شريف جنب الكهرباء. هو ده اللي انت محتاجه النهارده، كنت انك انت تلعب باكثر من لاعب في خط 18، وقلنا الكلام ده خلال الهاف تايم برضه ولم يحدث اي تغيير، حتى في التغييرات اللي حصلت كلها اللاعب اللي بيخش جوه العمق، اللاعب اللي هو الزياده العدديه اللي بتيجي من الخلف، يعني ممكن واحد يبقى رايح بيشوط كوره زي على طول النهارده مروان عطيه حاطط نفسه، الحقيقه هو الوحيد لو تشوفه جاي من الخلف وعنده فرصه التسديد وعنده فرصه تصويب وكل حاجه، ولكن مفيش واحد بيعدي من جنبه سبرنت كده يروح هو مديها له ويروح رايح، يبقى هي دي كوره اتلعبت مره واحده لكهربا وحطها في ايد الجنش. ف تحس ان الملعب النهارده تاني تايم الفرقتين مجهدين جدا، يعني حصل عليهم اجهاد بقوا بيباصوا لبعض، جت فتره كده الفرقه دي بتقطع كره تديها للفرقه دي، الفرقه دي تقطع كره تديها للفرقه دي، خلاص يبقى غاب الوعي وغاب التركيز عن بناء هجمه جيده، وابتديت تدور على علي معلول فين. بس انا ما شفتش وجود لفيوتشر الشوط الثاني خالص. ما هو ما فيش، بقول لك بيمسكوا الكره يقطعوها مننا ويروح تيك مديها لك تاني. انت بتاخد الكره وتعمل محاوله تتقطع، برضو بتتقطع بباص ساذج. يعني ديانج النهارده تاني تهافايم واقف بيدور على اللعيبه، وانا بعمل دوري كويس، فين بقى ادوار التانيه اللي هي تقدر تعمل مساحات وتحركات للاعب اللي معاه الكره؟ الحقيقه مش موجود خالص النهارده. حتى بيرس تاو النهارده يمكن بعد الشوط الاول اللي عمله كويس قوي، الشوط الثاني بقى جوه العمق، هو مش لازم بيشتغل حر، هو بس لما هيبقى تحت الكابه والكلام ده هيبقى حظه وحش، لو ان جات له كورتين يا ايمن لازم ياخده من اول مره، يعني انا ما اعرفش التوقيفه ما يستناش عليها ثلاثه يروح حاطين رجلهم معاك، ما انت مش هتقدر، انت جات لك كورتين تخلص الماتش، هيجي لك كوره تانية انت مش مستنيها هتخبط في رجل اللاعب. في حاجات كتير قوي كنا احنا موفقين فيها في الماتشات اللي فاتت، النهارده غاب عنك التوفيق، فما حصلش حاجه، يعني انك انت بتلعب وبتتعادل مباراه، ولكن احنا ليه ما بنحبش ان احنا نتعادل مباراه، ولا وخاصه ان انت اللي باين ان انت صاحب كل حاجه ومجريات اللعب وانت يعني استحواذاتك وكل حاجه، خلاص بيجي لك التعادل بالنسبه لي انا شكله مش حلو في المسيره اللي انت ماشي فيها في مجريات الامور اللي انت متحكم فيها الفتره اللي فاتت. كان النهارده هدف واحد بيخليك بتروح على الماتشين، الماتش الجاي ده والماتش بتاع خلاص، انما شبح التعادل ده لما بيجي ما بيبقاش نفسيا كويس، بيخلي اللعيبه بقى تحس انها عندها مجهود كبير قوي على الماتش اللي جاي، انها مسؤوله، ونرجع للضغوط تاني في حاله ان انت ما عندكش اي ضغوط، يعني ما عندكش ضغوط خالص في اي حاجه، تلعب عادي ماتشاتك عادي الاسلوب العادي اللي انت بتلعبه. ونتمنى ان الحاله كلها في الضغوط، انا يعني احنا بطلنا نقول اعذار الماتشات كل ثلاث ايام وكل اربع ايام، ولكن الحقيقه كل ثلاث ايام واربع ايام هتلاقي مرهقه جدا، هتلاقي حاله زي دي كده النهارده بقى في التلاحق اللي انت فيه ده، وناس كتير قوي بتبحث لك على الشكل ده، ولكن انت في ايدك
انك انت بنتيجه كل مباراه ما تخليش حد يقدر يروح معاك في سكه تانية. فهارد لك النهارده على الاثنين النقطتين دول، ونتمنى المباراه الجايه نحقق فيها الفوز، دي هتبقى الرد على المباراه دي ان شاء الله.